بسم الله. عاصم؟ عاصم ما عم يجاوبني وأنا عم ناديك؟ شبك ولا؟ عاصم، أنت شو جاي تعمل هون؟ ليش قتلته؟ بابا انت شو حكيت؟ انت ليش قتلته؟ عاصم، انت شو عم تخبص وتحكي؟ شو في قلي؟ عمي مراد، انت قتلته. معناته مراد كان بده يقلكن. ايه ممكن، كان عم يخطط يجمع الاخوة مع بعضهم. ما بعرف كيف كان رح يشرح لي الموضوع، ليش بعد هالفترة كلها عمل هيك وما جاب أي سيرة عن ابنه؟ بصراحة صار لي فترة عم فكر بمراد إذا كان هو نفس الشخص ولا حدا ما بعرفه. قدري يا خانو، أنا حكيت لك كل قصتي من قبل. أنا بقيت من دون أهل من زمان، ما كان في حدا حوالي أبداً. الشخص الوحيد اللي كنت أثق فيه بهالدنيا بدون ما شك فيه هو مراد، والمشكلة هلأ إنه كل شي بعرفه وكل شي عرفته طلع غلط. صدقيني ما بعرف ليش ساوى هيك وليش ما صارحني بمثل هيك موضوع. شو اللي عرفته أنت حتى عم تحاكيني هيك؟ ها؟ احكي يا عاصم، في حدا خبرك؟ عاصم جاوبني، في حدا خبرك بشي عني؟ مين هو اللي قالك؟ عاصم احكي ولك، قول. بحلف يمين بقتلك هلا، بذبحك هلا بايدي. مين اللي قالك وشو اللي عرفته؟ مين اللي قالك يا عاصم؟ يلا احكي بسرعه ولا تخليني جن. جاوبني يا عاصم، قول. شو اللي جاب هالوردة لهون لكان؟ قدري يا خانم، شبك؟ انتي مو متضايقة مني؟ أنا بعتذر إذا أنا بدي احكي يا عاصم، لا تخليني أقتلك هون. شو سمعت؟ احكي. فتون، أنا ممكن أبقى لحالي لو سمحتي؟ بتأمري؟ بالإذن. Thank you.
شو هاد اللي عملتي انت ها؟ شو سويتي؟ انت كيف بتتجرأي تساوي هيك ها؟ أمينة؟ عم ترفعي ايدك عوالي نعمتك؟ وعم تدفشيني؟ اوعك يا عدنان، اوعك تأذي او تضربه العاصم. بسكت على كل شي، ما بفتح دمي بكلمة وحدة. تعا موتني، اي شي بدك ساويه فيني وانا جاهزة بتحمل. بس اذا بتلمس ابني عاصم يا عدنان، بحلف يمين بربي تشوف وش أمينة التاني. ايه كملي تفضلي. شو لسه؟ شو رح تعملي بالوش التاني؟ رح ورجيك الموت. شو بدك من عاصم؟ فهمني، قلي لشوف يا عدنان، شو بدك من عاصم؟ قلي عدنان، ليش عم تضرب ابني؟ جاوبني، ما شبعت من الضرب؟ أنا لحد اليوم يا شاطرة ما ضربته ولا حتى كف واحد بإيدي. ضربته يا عدنان ألف مرة وأكثر. لما ما بتطلع على وش عاصم، ولما ما بتقبل تكون قبل له، بتكون عم تقتله مو بس عم تضربه. عاصم، عيوني، قلي لشوف شو في. شو هي عايدة؟ في حدا حط هون وما شفته. لتاني مرة؟ تاني مرة؟ هداك اليوم في حدا حط ورد أحمر، ولما رجعت شوفهم اختفوا. ليكي أمي، هدوليك نزار اللي جابهم، بس رجع أخذهم مشان ما يعمل لي مشاكل. ليكي عايدة، إذا كان نزار جابه فهو غلطان. بنوب، حاكيته من شوي، مو هو. مين هو طيب؟ ما بعرف. تعي هلأ بلا ما يشوفونا ونعلق بأسئلتهم، وتعلى صواتنا بنص هالليل. بابا، خوفته. سمعتي؟ هو خوفني لما اجى على فجأة وراي، خوفني كتير وأنا نعسان، لهيك عصبت وطلعت خلاقي عليه. قول ابني قول. شو قلت؟ ابني؟ احكي شو صار لأمك. أنا خوفته. يلا عاصم امشي معي. ولك تسنيم، ولك تسنيم. لا، رجب انقتل قتل. سيدي، في حدا حرق بيته لرجب. تسنيم بتعرف شي، بس من خوفها من عدنان ما عم تسترجي تحكي. والشي الغريب انه هو انقتل قبل ما يطلع قاسم بليلة من السجن. عدنان اغا مستحيل يقتل نملة. انا رأيي بلا ما يعرف حدا بالموضوع، اذا صار وما طلع شي معنا نكون فتحنا الجرح يلي بلش يطيب من فترة.
القاتل عدنان الأدلة بتقول هيك، بس مو مشكلة. أحياناً بقول شبك يا عدنان، مانك شايف قديش مرتك ذكية؟ بدل ما تفتخر فيها عم تضربها وتعذبها طول الوقت. انت قلتي عم تعملي كل هالشي لتأذيني وعم تفكري بالتفاصيل واحدة واحدة. تسنيم، شو عملتي كمان؟ احكي شو عملت كمان؟ ها؟ أنا يلي عم بسألك شو عملتي؟ شو بدي أعمل؟ ما عملت شي أبداً. شو عم تخبصي هلأ لحالك؟ احكي أحسن لك، اوعك تكوني عم تختبري صبري لسه. خليتي شي كلب يتصل ويقول مراد رح يرجع وكل هالشي لتعذبيني مو؟ شو اللي عم يدور براسك لسه؟ يلا احكي. تسنيم احكي لي، عاصم من وين عرف بهالشي؟ انت فهمتي كل شي ما هيك؟ احكي بقى يا تسنيم. الأمانة عند مين حاطتيها؟ يوم اللي رحت لعند لؤي واختفى السي دي بعد مين راح؟ قاسم يلي اخده ولا انت؟ قاسم شو بيعرف؟ طلعتوا عم تخططوا لكل شيء تسنيم؟ عم تعدوا بالقهاوي لحتى تتفقوا علي؟ شو تسنيم؟ جاك تليفون انه الاغا مراد عايش؟ رجعتي تتمسخري مرة تانية يا حقيرة؟ شبك انا كيف بدي اعمل هالشغلة؟ مو محبوسة بالمخزن؟ طيب ليكون عايش؟ ومانو ميت اه؟ ما فكرت بهالاحتمال؟ يمكن معصب من يلي عملته فيه وجاي مشان ياخد تارو. لازم تنتبه، يعني اذا مراد اغا عايش ورجع طلع هلا، الله يستر شو رح يصير فيك يا اغا. بس لاصير انا الارمله ساعتها. تسنيم، يكون بعلمك من هلا ورايح فيك تعملي شو ما بدك. كل شي عم تخططي له وكل شي عم تعملي له يأذيني ما عاد يهمني بنوب. كل شي عم يصير معنا هلا هو من ورا المخ المريض تبعك يلي هون. بس يكون بعلمك رح يجي يوم وتتحاسبي على كل شي. يلا الله لا يصبحك بخير. معناها عاصم شايف السي دي. غريب، شو اللي عم يصير؟ لك عن أي تليفون عم يحكي؟ ما فهمت. عاصم يا عمري، شو عملت حتى أبوك عصب؟ قول حبيبي، قول الحقيقة، شو عملت حتى أبوك عصب كل هالقد عليك؟ أنا خوفته، هو خاف. يا روحي شو عملت حتى خاف أبوك؟ أنا ما عملت شي بالمرة، شفته؟ شو شفت ابني؟ عاصم كرمالي احكي كل شي، شو شفت حتى ابوك خاف هيك؟
قال لي ابني. بدي ينام. طيب نوم الهنا. ادخل. اهلين امي، هي انت؟ عدنان شبك؟ ما في شيء، كنت شارد شوي. خير صاير شيء؟ ما عم بقدر نام يا عدنان. ما عم صدق انه مراد كان رح ياخذ بلال معه ليفضح السر. شو صاير هلا؟ ليش عم تحكي هيك؟ كيف بدك يعني احكي عدنان؟ كان بده ياخذ بلال وفتون والاولاد لحتى يخليهم يلتقوا. كان بده يقول لهم كل شيء. كان بده يقول لهم انه هذا اخوكم، وبده يقول لفتون هذا بلال ابنك. بعرف امي، فتون قالت لك؟ ايه. واذا بتعرف ليش ساكت؟ قولي لي شو بدك اعمل؟ شو بدي احكي؟ فهميني. معناتها هذا هو طلبه الاخير لمراد. كان بده يعترف بكل شيء. ما لقينا جثته، هو ما خلانا نلاقيه من اللي عملناه فيه. كان محروق قلبه يا عدنان. شو بدك نعمل؟ نجيب فتون وبلال لقدامنا ونخبرهم؟ بلال، شوف، هاي بتكون أمك، فتون هذا بيكون ابنك، شو رأيك؟ إذا أنت بدك نقول لهم، هاي أنا جاهز، ما عندي أي مشكلة. أصلاً اللي فيني مكفيني. بوقف لكم المشاكل من هون وبتطلع لي من الطرف الثاني. شو رح يطلع بإيدي لسه؟ حرام عليكم، أنا روح، حسوا فيني مرة. أمي؟ والله العظيم لولا خوفي منك ولولا خوفي من الله كنتي من زمان شفتي شو عملت فيهم. بس انت ما بتخاف من الله بنوب يا عدنان؟ يا ريت لو كنت تخاف منه. اقول لك شغله وما تزعل مني، الحقيقه بالعاده الها وش بشع كتير، وعاجلا او اجلا رح تنكشف. جهز حالك لهالشي. انا مجهزه حالي، وانت كون مثلي. أنا بدي روح طالع تسنيم من المخزن. لا، بدها تبقى هنيك، أصلاً هي بتستاهل أكتر من هيك. بلا ما تاخد وش فلتت هالمجنونة، كيف بدي ضبها؟ كل الذنوب اللي عم تعملها أنت محطوطة برقبتي، وما بدي أكسب ذنب تسنيم كمان. عدنان قاتل وما عنده ذرة من الإحساس، بس شو اللي بخليه يتضايق ويجن كتير؟ قلي. مراد أغا يكون عايش مو ميت. يبعت لك حمى. عن جد طلعت مو قليل أبداً يا قاسم أفندي. مو حارق قلبي غير إني ما شفت وش عدنان وقت إجا التليفون اللي عم يقول إنه مراد ما مات. إذا كان اللي خبر هو قاسم، صفيان نلاقي السي دي هلأ. مرت عمي؟ تسنيم امشي. يلا تعي طلعي معي. ايه وعدنان؟ تسنيم يلا تعي معي بسرعة.
تسنيم. خير؟ روحي جيبي علبة الملح ومعلقتين صغار وتعي لعندي. رضا؟ قدرية خانو؟ خير شوفي؟ رضا روح لعند نبال وقلا إنه أنا بدي إياها جيبها وتعا دغري، وهي جاية خليها تجيب مع شو بدها تجيب خالتي؟ دنيا نص ليلة، الملح شو بدها فيه؟ هاتي هون تسني. انت بتعرفي انه المصايب ما عم تخلص، والاوقات الصعبه اللي مرقت فيها ما بتمناها تمرق على اي عدو. سوي مثلي. انا كالي. بعرف إنه حرقك وهذا الشي حقك، بس إذا عم تحترقي من جوا ما لازم هيك تعملي. كلي ملح يلا. انت ليش قتلته؟ مراد اغا بيسلم عليك وبيقلك عن قريب رح نلتقي. الحقيقة بالعادة إلا وش بشع كتير، وعاجلا او اجلا رح تنكشف. اللي بيعملوا الغلط وبيحرقوا اللي حواليهم بيكونوا ظالمين. لا تصيري من هالظالمين يا تسنيم، لا تصيري مشان يبقى إلك وش تطلبي الرحمة لحالك لما بيجي الوقت. خير؟ قلتي له لرضا جيب مي؟ عم تشوفي بعينك بدون ما تسأل شو بدنا نعمل بهالمي، ونحن جوات هالبيت الكبير إجت وجابت معها. تسنيم في نار جواتها يا نبال، أعطيها شوية مي. قولي لها تصب لك كمان. صبي لي كاسة تانية. شكرا لك يا نبال لانك اجيتي. رضا روح وصل نبال على بيته. خليني صب لك لتشربي. عم تشعل جواتي نار ما بيطفيها ابريق مي واحد تسنيم. يلا تعي ننام. Thank you.
بابا؟ ما تأخذني ابني، أنا بهالفترة متضايق، ما عم لحق حل المشاكل بالبيت. أصلاً أنت بتعرف تسنيم، إذا ما شافتني جنن على الآخر ما بترتاح. هي واحدة مجنونة ما هيك؟ عاصم؟ شوف يا عاصم، هي أنا عم قلك أوعك تتجوز لك ابني. طول ما أنك عزابي أنت ملك، وهي نصيحة من البابا. بابا طيب سامحتوا لأبوك يا عاصم؟ ها؟ معقول الأب وابنه يتزعلوا؟ نو بطل، برافو عليك، هيك بدي إياك. شو بدك من هالأغصان؟ عدنان، لوين آخذ هدول؟ عدنان شو عم بتساوي؟ عدنان لشو كل هالنار؟
ماما. عاصم عاصم. عدنان. سامحيني على كل شيء. عاصم! 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 ليك عاصم، مو امبارح انت قلت لي اني قتلته لعمه؟ هلا المفروض هيك شغله ما منقول عنها اي شيء، تمام؟ انا بعرف انه تسنيم اللي قالت لك، بس هي تسنيم مهسترة، ما معروف شو عم تخبص، كلنا بنعرف. هلا اللي عاصم بالله معقول ساوي هيك بقى؟ بقتل مراد؟ بس هالشي صار على فجأة. إذا أنت رحت وقلت هالشغلة لحدا رح يرموني بالسجن. وشو بده يصير؟ عمك بيرجع مرة تانية؟ نو. عاصم، نحن هلأ صرنا أب وابنه سوا على طول، وعنا سر ما حدا بيعرفه، ولازم نحمي بعضنا بهالسر. وشو يعني سر؟ يعني ما بينحكى أبداً، وكمان هالسر ما رح يفرقنا عن بعض. من هلأ ورايح ما في أي حدا بيقدر يفرقنا عن بعض، فهمت يا عاصم؟ شو؟ اتفقنا ما هيك؟ ايه. الصبح بهالفترة بارد كتير. نروح على البيت؟ منروح. عال كتير، امشي. شوفك روح على اوضتك يلا. شكرا بابا. عاصم، شو فقت؟ ايه. ولك تسنيم، ولك تسنيم، انت اللي عم توسخي وانا اللي بدي نظف. بس الا ما تجيكي لحظه يا حقيره وتغرقي بهالوسخ، وقتها بدي اتفرج عليكي وانا مبسوط بهالمنظر. شو اللي مفيقك بكير؟ أمي وينه؟
سيدي وينه؟ رحت وحطيته بغرفة بلال. عاصم، ما بصير تجيب أي شيء من غرفة بلال. إذا بدك تتفرج عليه هو بشغله. ماشي عاصم؟ إيه. إذا أمي طلعتك لا تفكري إني وافقت، وأنا رح أسجنك وقت اللي بدي يا مجنونة. ادعي لأمي طول ما أنت عايشة. بدل ما تشغل حالك فيني روح شوف الشي اللي صار وحضرتك ما بتعرفه. مثلاً وين راح السيدي؟ بظن أهم مني هالموضوع. أنت ما عاد استحيتي وخفتي بنوب خير إن شاء الله. يكون بعلمك أنا الموت ما مخوفني. روح الله يسهل لك. مرت عمي، أنا راحت علي نومي، مين اللي جهز الأكل؟ مالك فائت على بكير وحضرت السفرة، ما حبيت تزعجك، وقالت خليكي ترتاحي. يسلموا يا ملك. ملك، تعي قعدي معنا يلا. طيب يلا، بس بدي احكي مع فتون وارجع. خلاص يا ملك بلا ما تزعجيهم هلا، بعد شوي بيجوا وقتها بتقولي لا. لك شو بكون ما عم تسمعوا كلامي؟ بلال؟ شو بك وين شارد؟ ما في شي ستي. ماما معلش إذا اليوم ما رحت المدرسة. إيه؟ ولشو ما بدك تروح بقى؟ ليش بصير يعني الشاطر ما يداوم؟ عيوني أمي ما عم تتفتح. ما عم تتفتح؟ شوف إذا كل هالقد نعسان روح المدرسة ورجع على النوم، المهم ما تغيب. شو حبيبي؟ ماشي. يلا شوف إخواتك إذا لبسوا تيابون. صباح الخير يا حلو. صباح النور. صباح الخير ملك. صباح النور. فاضية شوي؟ إيه فاضية، قعدي. ليكي أنا بدي استشيرك بموضوع مهم. قولي. بس ما بدي تضحكي. على شو بدي أضحك؟ شو هو الموضوع بقى خبريني. فتون أنا عم فكر إنه أدرس، يعني بقدر ولا ما بقدر، وبيصير ولا ما بيصير ما بعرف، بس عم فكر فيها كتير ومبارح ما نمت. وبصراحة بعد ما صار عاصم ياخد دروس تشجعت حتى أدرس معه كمان. بصراحة هاي الفكرة بتجنن، أنا كتير مبسوطة فيكي. يعني بقدر أدرس هلأ ما هي؟ طبعاً بتقدري، ليش لحتى ما تقدري؟ لأنه صف وصلتي؟ أنا تركت الدراسة بالثانوي صف العاشر رسبت، مع أني بوقتها درست منيح، بس المشكلة أني ما عملت الامتحان. عدنان قال لي بكفي دراسة لهون، خلص تركي المدرسة وعدي بالبيت. لو تعرفي قديش كنت حابة أكمل. حتى مراد كان مثلي، قال لا توقفي دراسة وكملي، بس لأنه ما كان يجي كتير ما حدا قبل يخليني.